سرطان الساركوما. اختير شهر يوليو ليكون شهر التوعية لمرض الساركوما. عم تسألوني شو هو؟ رح نعرف تفاصيل هذا الموضوع للمعرفة أكثر وللتنويه والتوعية بهذا المرض. بدنا نرحب بالدكتور محمد سباعي، استشاري جراحة أمراض العظام وترميم الأطراف السفلية. موجه لك تحية كتير كبيرة دكتور، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، يعطيك العافية سلا. أهلا وسهلا. ما هو الساركوما؟ الساركوما هو عبارة عن سرطان ينشأ من الخلايا الميزوديرمية والخلايا الضامة اللي هي تشمل العظام والعضلات والأوتار والأوعية الدموية والأنسجة الدهنية. فالساركوما ممكن يتكون في أي مكان في الجسم، والمشكلة أن الساركوما ما هو مشهور كثير مثل سرطان الثدي أو سرطان الرئة والقولون، لكن المشكلة أنه هو خطير ويصيب في معظم الأحيان الأطفال. تقريبا 15% من أمراض الأطفال أو سرطانات الأطفال هي عبارة عن ساركوما، فبالتالي هو يؤثر على طبقة مهمة من المجتمع اللي هي الأطفال، وربما يؤثر على بقية حياتهم. الأمر الثاني أنه مرض سرطان الساركوما خطير إلى درجة، أو في أحيان كثيرة يكون خطير إلى درجة أنه 50% من المرضى يعيشون بعد 5 سنوات تقريبا، بينما 50 الأخرى قد لا يمكن السيطرة على المرض عندهم. ليه بينتشر بشكل يعني، أو شو السبب عدم السيطرة؟ أولا أنه المرض ما هو مشهور وما هو كثير، الحالات ما هي كثيرة، فالبحوث والدراسات الطبية قليلة في أوكي. فهذا حاجة، فالأدوية المتوفرة، العلاجات المتوفرة ما هي فعالة مثل الأمراض الثانية المشهورة، وبالتالي في أحيان كثيرة صعب السيطرة على المرض، خصوصا لو كان من النوع الشديد. أوكي، فبالتالي يعني ما في حتى علاج دقيق بما يخص هذا الموضوع، لأنه هو كتير نادر يعني، أو قليل، أو صح؟ هو ما هو نادر بشكل كبير جدا. يعني مثلا كمثال، بريطانيا فيها ما يقارب 66 مليون شخص، في كل سنة يتم تشخيص 5000 حالة، فهو ما هو نادر، ولكن الدراسات المعمولة عليه أقل من الأمراض السرطانات الأخرى، ولذلك يعني اشتهر مسمى سرطان المنسي أو الفورغتن كانسر، نتيجة أنه هو ما عليه دراسات كثيرة، ما في وعي في المجتمع كثير عليه، حتى بين الأطباء أحيانا صعب أنه تشخيصه عند الأطباء الغير واعين بالمرض بيكون صعب، وأحيانا كثيرة بيجي المريض في حالات متأخرة. طب في له عوارض معينة مثلا بحس فيها ولا لا؟ ببين بالفحص. نعم، هي الأعراض عادة هي عبارة عن ورم ويستمر في النمو في معظم الأحيان. أحيانا كثيرة بيكون هذا الورم من غير ألم، ولذلك المريض أحيانا لا يعير الانتباه ويأتي متأخر، وخصوصا أنه في كثير من الأحيان لما يكون ورم وغير مؤلم، حتى الأطباء لما يروح مثلا لطبيب الأسرة أو الأطباء اللي ما عندهم وعي بالساركوما، يعني ما يكون في نوع من الاهتمام ويعامل كأنه كيس دهني، ويعني الورم يستمر في النمو، والمشكلة أنه يأتي متأخر. عادة الألم المصاحب مع هذه الأورام هو نتيجة أن الورم بدأ يضغط على الأشياء أو على الأنسجة الطبيعية. يعني مش كتير منيح أنه الواحد إذا شاف كيس دهن مثلا يتركه. بالضبط، يعني إلا إذا إحنا متأكدين إنه كيس دهني، مثلاً عملنا الأشعة وعملنا أشعة الرنين وبان إنه هو عبارة عن كيس دهني. في هذه الحالة ممكن إنه في أماكن معينة مثلاً دكتور، ولا حيلا كيس دهني بحيلا مكان؟ هو طبعاً ما هو لازم نفرق بينه وبين الأكياس الدهنية. الأكياس الدهنية عادة بتكون بنفس الحجم، تستمر فترة طويلة، لما نعمل لها أشعة الرنين بتبين إن هي أكياس دهنية، ونقدر نعطي التشخيص الدقيق من غير حتى عينة. لكن لو لاحظنا إن الأشعة الرنين مثلا بيّنت إنه هذا ممكن يكون حاجة ثانية، ممكن يكون شيء غير دهني، لابد إنه يعامل ب أنا قصدي أماكن حذرة بالجسم، يعني في أماكن معينة بالجسم ولا لا ما شرط؟
هو أي مكان في الجسم ممكن يصاب، لأنه هو ينتج من العضلات والعظام، وكل مكان في عضلات وعظام وأنسجة ضامة ممكن يطلع منها، لكن في الأغلب بيكون في الأطراف العلوية والأطراف السفلية. أيضا هو يقسم إلى نوعين رئيسيين، اللي هو سرطان الأنسجة الضامة والأنسجة اللينة، اللي هي عبارة عن العضلات والأوتار والأعصاب مثلا، وسركان أو ساركوما العظام اللي هي بتنشأ من العظام نفسها. وعادة ساركوما العظام ربما تكون التعامل معها أكثر صعوبة، وعادة بتكون أخطر من الأنسجة الضامة أحيانا. طب سؤال هلا، بما انه حضرتك دكتور عم تقول انه ما كتير في بحوث بما يخص هذا الموضوع، الواحد يعني شو مين هو الدكتور اللي لازم يتجه له اذا بحال عرف معه ساركوما؟ لانه عم تقول انت مش كل الدكاتره بيكون عندهم وعي كافي بما يخص هذا المرض تحديدا، مين هن الدكاتره المتخصصين فيه؟ وهل في حقيقه، يعني خليك اونست معنا، هل في فعلا علاج مضمون لهذه الاعراض او لهذه العوارض، ولا لازم يكون في معرفه مبكره؟ شو بتعملوا له؟ بتستأصلوه مثله مثل اي كانسر تاني؟ هو يعني لو قسمنا الساركوما إلى نوعين رئيسيين اللي هي كتقسيمة أخرى عن التقسيمة الأولى، الساركوما الشديدة اللي هي نسميها الهاي جريد، أو الساركوما الغير شديدة. الساركوما الغير شديدة عادة علاجها بالعلاج الجراحي فقط، ونادرة ما تحتاج علاج آخر، وعادة النتائج جدا طيبة. لكن لو كانت من النوع الشديد، في معظم الأحيان العلاج بيكون بالجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. لو كان مثلا ساركوما العظام أو الأوستيو ساركوما، الساركوما اللي بتنشأ من العظام، أحيانا يعني هذه شديدة، لكن إذا المريض جاء إلى العيادة أو تم التشخيص في حالة مبكرة قبل انتشار المرض، نسبة السيطرة على المرض تصل إلى 60-70%، وهذه نتائج جيدة. لكن لو جاء بعد ما ينتشر المرض في الجسم، أحيانا بيكون صعب السيطرة عليه. لذلك يجب الحضور مبكر إلى العيادة، والتشخيص في وقت مبكر بيكون أفضل. هل لازم يكون مثلا دكتور متخصص عظم، متخصص أعصاب، ولا لا؟ هو الأفضل التعامل معه عن طريق جراح أورام متخصص. طبعا لو كان في العظم لازم يكون جراح أورام عظام. لو كان في الأنسجة اللينة أو الأشياء الثانية ممكن أن يكون جراح متخصص للأورام. وأيضا بيكون طبعا عادة العلاج يكون بفريق طبي متكامل، يضم الجراحين أو جراحين الأورام سواء كان عظام أو جراح أورام آخر، المتخصصين في العلاج الكيميائي، مختصين العلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى الفرق الأخرى في المستشفيات الرئيسية. فالأفضل التعامل معها في مراكز أورام مختصة، وهذا أفضل من أنه يكون يتعامل معها في مكان آخر، لأنه أحيانا لو عومل بطريقة خطأ، مثلا لو العينة أخذت من مكان غير صحيح، ربما تعطي تشخيص غير دقيق، وربما أنها تفاقم الحالة وتؤدي إلى أنه الحالة تتفاقم ويصير التشخيص أو السيطرة على المرض أصعب. طب سؤال أخير دكتور، حلو أنه نحن اليوم عم نشتغل، بما أنه حتى شهر يوليو هني يمكن اختاروا ليكون شهر التوعية لمرض الساركوما، في مثل ما بيقولوا نصايح منك لتفادي هذا المرض؟ ما أنا عم تقول بيصيب أكتر شيء الأطفال، هل هو عامل وراثي؟ هل لازم ينتبهوا الأهل لأشياء معينة، لأكل أولادهم، لشو؟ شو نصايحك؟ هو طبعا الأورام بشكل عام ما في أشياء واضحة إيش اللي ممكن تزيد الورم، لكن التعرض للأشياء النووية مثلا ممكن يزيد السرطان بشكل عام. التوعية العامة اللي هي مثلا ممارسة الرياضة، التغذية الصحية، هذه عادة بتقلل من الأورام بشكل عام، لكن لا توجد دراسة واضحة بالنسبة للساركوما. أحيانا بيكون وراثي، أحيانا في بعض المتلازمات الوراثية ثبت أنها متعلقة بالساركوما، أو ممكن يصير عندهم ساركوما، لكن ما في حاجة واضحة في معظم الأحيان. الموضوع الثاني طبعا اللي أنصح فيه، أنه أي شخص يحس أنه في ورم في جسمه حتى لو كان غير مؤلم،
الأفضل أنه يأتي إلى العيادة، يجي العيادة، يتم التشخيص مبكر، تعمل الأشعة المناسبة للتشخيص. أحيانا كثيرة يتم التشخيص الدقيق بالأشعة وهذا كافي من غير عينة، لكن إذا الدكتور لسه شاك الأفضل أنه يأخذ عينة ويتأكد من التشخيص. والله يعطيكم العافية، يعني يعطيكم العافية الدكاترة بالنهاية عم قد ما فيهم عم بيجربوا مثل ما بيقولوا يلاقوا حلول طبية بما يخص هذا المرض تحديدا، ولكن كمان الدور والدور الأكبر على المريض. دكتور صح ولا لا؟ الدور الأكبر على المريض اليوم، على نفسية المريض، على تقبله للعلاج، على مثل ما بيقولوا تقبله للحياة مش استسلامه. وعدم الاستسلام مش عم نحكي انه انت يعني تضلك هيك مجمد نفسك، لا، عادي انه الواحد يمرق بمراحل انه ينصدم، يعصب، يبكي، يفرح، بس ما يضل عايش نفس الحاله على مدى طويل. يعني عايش مثل كل يوم، مثل ما بقولوا فيه فرح، فيه سعاده، فيه كل شيء. وربنا موجود دايما، الطب موجود، بس بالنهايه اذا الطب عجز اكيد في، انا بؤمن جدا بالمعجزات من رب العالمين لاي مرض كان. في حالات معينه بالمملكه ولا قليل جدا؟ طبعا ما في دراسات واضحة لموضوع الساركوما. يعني أنا دورت على معظم الكانسرز المشهورة أكثر من الساركوما، عليها دراسات وفي أرقام واضحة، لكن أتوقع أن احنا إذا كان في بريطانيا بكل 66 مليون في 5000 حالة، فأتوقع احنا ما يقارب 2500 إلى 3000 حالة في السنة. هذا رقم أنا أتوقعه، لكن ما في دراسة واضحة، والسبب هو عدم تسجيل الحالات خصوصا الموضوع الساركوما. ولذلك يعني احنا فكرنا في موضوع ان احنا نرفع الوعي للساركوما بحيث انه يتم سواء كان للاطباء او للمجتمع، بحيث انه نبدا نركز على الموضوع هذا ونبدا نسجل الحالات. وانا ادعو وزاره الصحه الى تسجيل الحالات حتى تكون في ارقام واضحه. جميل. وبشكل عام في السعوديه يعني الكانسر ربما يكون اكثر من مناطق كثيره في العالم نتيجه نتيجة أشياء كثيرة، اللي هي الحروب اللي صارت في المنطقة، هذه زادت اليورانيوم اللي بتعمل في الحروب، هذا ربما يكون له أثر في السرطانات. وفي عندنا أشياء ثبت أنه في بعض السرطانات الريت حقها عالي في السعودية نتيجة الأشياء هذه، فالساركوما ربما يكون واحد منها. جميل. أنا بدي أشكرك دكتور، يعطيك ألف عافية مع كل هذه النصايح والتوعية، مثل ما بيقولوا التوعية لكل اللي عم يسمعنا اليوم. مش شرط أنه الواحد يكون يعني يسمع تيخاف، بالعكس يسمع تيكون فاهم وعارف ومستوعب، ومثل ما قال الدكتور يقدر يروح يشخص على بكير عند الدكتور أو المتخصص الصح، عشان التشخيص الخاطئ كمان يعني بيورطنا بزيادة، يعني مش ناقصنا تشخيصات خاطئة. دكتور محمد السباعي، استشاري جراحة أورام العظام وترميم الأطراف السفلية، موجه لك تحية كتير كبيرة، شكرا لك. أهلا وسهلا، يعطيك العافية.